هالقص ميمز اي شي غبي اي شي بضحك حطه ع ابو الرب صب ريدت حطه ميمز مع كاسيت شاي حتى نشوف هالفيديو الجاي. يار كل مستوى تمام شغلة حتصير نعملها في الريدت كل شهر راح يتم اختيار احسن ناس بيعملوا ميمز وحينعطالهم $100 وهذا اشي كل اول شهر حيصير فكون عنصر متفاعل في الريدت عشان ترفع مستوى لك تفوز. فلنبدا تكفون مره تعبت وانا اسويه وصلوا لابو الرب. اجازه صيفي ايام طويله استنى هذا شو اطفال زمان صح بعدها للدراسه وكيف نقضيها اوقاتا جميله مشكله تحتاج دراسه فمثلا نبني صاروخا نخوض حربا او نتسلق صعودا نكتشف أغرب الكائنات hey. أو نحمي واو جيد نصارع الأمواج نخترع أشياء ونجري اختبارات حلو حبيت هذا نايس جود مغناطيس عطت المغناطيس شكرا لك ممتاز كثير حلو الدنيا دوارة أنا دافعت عن هذا الرجل بطيخة وجه الكيوي بقول عن وجه الكيوي لأنه ما في ولا شعر على وجهه زلمة زي هاي زي الطاولة هيك 2 weeks later 1 2 3 شكلي مخزي الله عاقبني يا جماعة تكبرت أنا زلمة تكبرت كان عندي لحية كثيفة قوية جدا والموضوع دخل جوا راسي بلشت أتعجرف بلشت أشوف حالي أحسن من الشعب بس شوف حالي هذول اللي ما عندهم لحية مريضين لحد ما الله عاقبني عشان أعرف إحساسهم هذلاك الناس واليوم يا جماعة طلعوا بلشت أرجع بس هاي المرة راجع بتواضع وجه الكيوي عادي بعتبر إنسان زيي صالح أحمد واو واو هذا أنا مغناطيس مان دايم كثير حلو ومعضل زي الحقيقة بالضبط يعني حبيت سيف شكرا كثير يحيى والله سفاح ابو الرب ينتقم من الدب نخلص واو قتلت الدب فزت عليه وقف انا انقذتك من الكرنج كان صار معك اعراض جانبيه يلا كمل حياتك بسلام سامحته شكرا يا شادو ففرفتي سفاح ما شاء الله والله خرافي كثير ابداع اليوم كثير ابداع ابو الرب اهبت رغدة حكت عنك والله رغدك كيف تتجرأي طبعا ابو الرب زي ما تقولوا انا لحقته لما كان ببدايته على اليوتيوب حتى وقتها كنت انا جديد عم بفتح قناة لا ما حكيت شيء ابو الرب كان كثير يساعدني بالبداية على اليوتيوب انه يحكي لي شو اعمل واهم شيء كان عنده المونتايزيشن احسنها رغدك اريغاتو خزيمس تمنحني عم تمنحني اول بلوك في حياتي اهلا فيكم باول بلوك خالص امبارح جيت بالسوق ليه فاتحه امك زي هيك شو مالك على اساس انت شو كان نطلع رغده زمان والله العظيم هاي البنت لازم نستخدم اساليب ضدها على اساس هي كانت ايش ملكه جمال ما هي زمان طلع كيف كان شكلها زمان ليش ما طلع لي شيء بتكون ماسحه كل ماضيها هاي البنت والله العظيم السفر كنت في الامارات صحيت من النوم مخي يعمل ايرور تيجي اطلع على الشاشه هاد مين؟ يا ساتر هاي بدها لازم اجهز نفسيتي لابو الرب كابري صن لازم اجهز نفسيتي لاكثر فيديو كرنج في العالم كابري صن ان شاء الله لك بشوي بدي اروح الجامعه بس لازم اعمل اشي بالنسبه لشعري لانه شعري كثير بخزي الحمد لله كلنا نحكي مع بعض الحمد لله انه ابو الرب كبر صار عنده لحيه او ربع لحية ايه عن رخدة انا كنت بحاول اتجنب اني ارجع لفيديوهاتي القديمة بس تبعت تصدي الخيار ثاني طلعوا طلع كنفض مش بني ادم طلع شعرها كيف كان عليكم شو عم تعملوا ما نطلع بس بكتحكولي
والله شو كرنج، شو كانت كرنج رغد. شو كانت، شو حس الكوميدي السيء اللي كان وجهه على اساس انا اللي كنت سفاح يعني. خلاص بكفي بكفي رغدة زمان، خلينا نكمل نشوف شو حكت. احكي لي على شيء ميزه في العبديت. ميزه؟ شيء يميزكم عن باقي البشر؟ انا بقول لك والله كيف اشكالهم؟ بعدين كانوا كثير انحف. مش قصدي اشي، قصدي هلا صرتوا يعني اهدأ وخذ نفسا وقل له. هذا اسمه بادي شايمينج. انا نفسيتي تضررت. رزق هلا دب؟ ها؟ بعرف. اوكي حنحف، اوكي حنحف بس قبل العرس، خلوني هسه استمتع في وضعي الحالي. لا قبل العرس حنحف، خلاص بكفي كل حد بيحكي لي نحف نحف. ابو الرب بلش محتوى الانتقاد قبل 3 سنين. الاشي الحلو انه ابو الرب بطل هذه البنت هاي من اول ما عرفتها بتحكي لي احمد بكفي تحكي عن الناس، احمد مش كويس ضل تعمل مشاكل زي هيك شغله. فلما حولت محتواي اتوقع هي اكثر حدا انبسط، بس رغدة حدا خرافي وما حكت اشي صراحه عادي. انا بدي اصنع مشكله من اي شيء. انا كنت كمان كنت صعلوق زمان زي السحليه. مين هاد؟ اوه ما بعرف يا جماعه، محمد بيشتغل معي. طلع صعلوق، صعلوق كان كثير اهبل وظيف ضحك تافه شكله كثير اهلته صبرو. ايش هاد؟ والله حلو يا اسال ليش بركض زي الحمار، ليش ما بوقف؟ ما كنت حابب اطلع قوة الخارقة لكن يالله. ايه ما بصير النودي، ايه كيف طلع ليزر؟ لا غشاش ما بصير يا اخي، كنا نلعب بوكسينج كيف يعمل هيك كميها كيف هو الشغلة؟ ابعتوها لها النودي يا جماعة، خلينا نشوف ردة فعله. وصلوا لأحمد وين فيديو ماينكرافت مع الصبا؟ بدكم فيديو ماينكرافت مع الصبا؟ طبعا اللي ما بعرف احنا، انا صار عندي قناه جيمنج ما احطها في الديسكربشن ولا احطها مكان ولا احكي لكم اسمها، لانه هناك بس بدي الناس اللي جدا مهتمين بالجيمنج، ما بدي تابعوني بعدين تروح تحضر ربع الفيديو وتطلعوا من الفيديو تبع الجيمنج، لانه هيك بسخط القناه. يوتيوب بصير يفكر الناس ما بيحبوا فيديوهات انها ممله. اذا انت مهتم بالجيمنج دور على قناه الجيمنج. بس هناك حنعمل فيديوهات ماينكرافت. اوكي وقف، انا انقذتك من الكرنج. هذا الفيديو لوحده كان صار معك اعراض جانبيه. اخلص اسمع. حلو حلو حبيته، شكرا شكرا. مات سموكر سفاح خرافي، مات سموكر ووو. هذا دس علي في ولد في حلقة ماضية، دس زغلول فرحت مسخرت عليه انا، فالواضح انه دسني. لا تحاول تستفزني، بيني وبينك متر ومترين، انا فوق الغيم وانت تحت الادرين. دير بالك تاني مره تجيب اسمي. سادة زغلول لما حاكي عنك واطي غنى كلمتين فكر حاله رابر، هو لولا الفعوري ما كان بيعرف يصفر. شو حل عني يا زلمه، ما راح جاي بالسوني انا طلع لابس كانه بلوز جذاب. هاي اصليه بس ولا لا؟ طيب انت حاب تشتري بلوز جذاب كثير حلوه يا جماعه، هيا تكون دعم كثير كبير لي ولقنواتي عشان استمر. بس هو لابس التقليد، بعرف وين جابها يا حرامي. هاي كيف ليش بلوز تقليد؟ صار في ناس بيقلدوني. لا تشتروا البلوز مني، خلص في تقليد اشتروا التقليد اكيد ارخص. الهيترز احمد مش زلمه. اخلص اوف. اف كي بوب، كي بوب الكي بوب كثير كيوت. اوكي بمزح، ليه مع الكي بوب يعني؟ ما بكره الكي بوب بس يعني احنا مختلفين عن بعض. طيب يا جماعه اللينك اللي بدكم تحكوا في الديسكربشن، زي ما قلت لكم كل شهر حنختار الناس نربحهم $100. فشوفكم على جو حوشو.